وسهلا، مرحبا بكم من جديد. 8:38 دقيقة، مرحبا بكل متابعينا في كل مكان. خنكملوا بالمواضيع المطروحة في الصحافة الوطنية. بعد شوي نحكيوا على الفيلم التونسي نورة تحلم اللي ربح التانيث الذهبي للأفلام الطويلة في الجي سي سي. بالنسبة للأخبار السياسية، يعني نكملوا بوزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اللي في انترفيو مطول في جريدة المغرب حكى يقول: ولو لم نصلح أنظمة التقاعد لا تجاوز العجز المتراكم للصناديق 3000 مليون دينار ابتداء من جويلية 2020، باش يتم الترفيع في سنة تقاعد سنتين بصفة آلية في الوظيفة العمومية. حكى على الحاجيات الإضافية لصندوق التقاعد اللي باش يتقلص إلى أقل من 100 مليون دينار بحلول 2021، ومنظمة الأعراف تتحفظ على تطبيق الإجراءات في القطاع الخاص. على كل هذا، ويؤكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد طرابلسي أنه تفعيل حزمة من الإجراءات أو حزمة من الإجراءات المتخذة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي قد انطلق في الوظيفة العمومية في انتظار القطاع الخاص، مشير إلى أنه تم الترفيع في سنة تقاعد للي لم يطلبوا التمديد بسنة واحدة ابتداء من جويلية 2020، وبش يتم الترفيع بصفة آلية لسنتين حسب ما تم المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب. الترفيع بسنتين بصفة إجبارية وبثلاث سنوات بصفة اختيارية، وبين وأنه حزمة القرارات المتخذة ممكن مكن خاصة الصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية CNRPS من بداية الاستقرار، وهذا ما يتجلى في التزام الصندوق بصرف الجرايات في الأجل وبصفة منتظمة، وكذلك صرف الزيادات التي كانت مجمدة ولم تصرف منذ سنة 2015. على كل هذا يطلب زادة، وهذا ملف كبير قدام الحكومة القادمة، ملف الصناديق الاجتماعية، فما اللي يعتبره هو الملف اللغز بالنسبة إلى تونس أو من ملفات اللي فيها برشا الغاز. هات نتعداو للثقافة، والبارح اختتام أيام قرطاجة السينمائية دورة نجيب عياد الله يرحمه، والبارح الدورة 30 لأيام قرطاجة السينمائية اللي حملت عنوان دورة نجيب عياد كما قلنا مدير الأيام اللي غادرنا قبل حوالي شهرين من انعقاد المهرجان في دورته لهذا العام. ومر كالعادة على السجادة الأحمر عدد من نجوم الفن السابع ونجوم الثقافة والأعلام من تونس ومن ضيوف المهرجان، قبل أن يلتقي الجميع بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة في انتظار اللحظة الحاسمة، لحظة الإعلان عن المتوجين بجوائز المهرجان. وانتظم حفل للغرض، تخلوا فقرات موسيقية وعرض فيديوهات. كنتوا شفتوا أغلبية الفيديوهات. السعودية والسنغال تتوجان بالفضي والبرونزي، والمراتب الأولى اللي نلقاها عند فيلم طويل نورة تحلم لهند بوجمعة، التانيث الذهبي لأفضل فيلم قصير زاد كيف كيف للفيلم التونسي ترو ستوري للمخرج أمين لخنش، التانيث الذهبي لأفضل فيلم وثائقي فيلم طويل وين اسمه حديث عن الأشجار للمخرج صهيب قاسم الباري من السودان، التانيث الذهبي لأفضل فيلم وثائقي قصير من طين للمخرج يونس بن سليمان من تونس. على كل شيء كيف شفنا أنه السنغال اللي عندها تانيث الفضي في الفيلم الطويل، عندنا تانيث الفضي في الفيلم القصير. تقريبا الفيلم القصيرة الكل اللي اخذتهم تونس كانت من نصيب تونس، وللمخرج صبري بوزيد تانيث الفضي للفيلم وثائقي طويل من أجل السماء للمخرجة وعد الخطيب، والمخرج إدوارد واتس من سوريا تانيث الفضي لفيلم وثائقي قصير باسيفيك للمخرجة أنجي عبيد من لبنان. على كل نراو أنه زاد السعودية اللي تتوج زادة في المظاهرة في التظاهرة هذه تانيث البرونزي لفيلم طويل اسمه سيدة البحر المخرجة شاهد أمين من السعودية، وذول هذا أول تتويج لها في أيام قرطاج السينمائية. على كل بالسينما نكملوا الصحف الوطنية، نرجع بعد شوية لأهم الأحداث الدولية.